هنا ال 50th anniversary اللي هي أول إصدار ليمتد من الأفنتادور، ونوعا ما هذه السيارة أكثر واحدة فيها تميز بالنسبة للعدد، أقل واحدة 100 حبة ومرقمة، يعني مو واحد من أصل مثلا 500 ولا 600، لا هذه مكتوب فيها رقم، هذه مثلا رقم 93. صدام مختلف. هنا لامبورجيني لما طلعت للجنود هذه كانت أول سيارة طلعت عليها ال 50th 2021. الداخلية لحد ما متشابهة للأفنتادورز، لكن كانت بداية الدايموند كات داخل السيارة. بعدين نجي للصدام الخلفي، مثل ما انتم شايفين شكله مختلف، فهذا اللي ميز هذه السيارة في ذاك الوقت. طبعا هي نفس الافنتادور، شوية هورس باور أعلى ومواصفات عالية، يعني كأنك تقول فولي لودد افنتادور. الموديلات اللي بعدها بنشوف كيف صار بعض التطورات على الافنتادور. هنا نجي لـ the most aggressive look اللي هي الـ SVJ، وهذه الرودستر طبعا في منها 800 حبة، وهذه واحدة من أصل 800، لكن إذا تشوفون كلها واحد من 800، مو مكتوب فيها رقم السيارة مثل في الـ 50th anniversary. لو تلاحظون القصات فيها يعني very sharp، هنا في البادي كيت، في الفتحات اللي في الصدام الأمامي. الجنوط طبعا سنتر لوك، وهذه بدت من الأفنتادور اس. اللون هذا يتميز في السيارات الليمتد عند لامبورجيني. الداخلية مشابهة لأغلبهم إلا أن عليها تفاصيل الاس في جي، بعض الأشياء اللي بالأسود، أكيد كاربون فايبر، والسيارة هي يعني من أقوى الأفنتادورات هورس باور. هنا نجي من وراش، شايف كيف الجناح أجرسيف. وهنا الافنتادور التيميت، ونقدر نقول ختامها مسك، ولا خلاصة تطور الافنتادور على مدى 10 سنوات. اعطيها اسم ثاني، افنتادور تورينج، يعني التورينج فيرجن من الاس في جي. فيها نفس الاكزوست، اجريسيف ديفيوزر قريب من حق السيان، بادي ووركس مختلف مثل ما تشوفون الفتحة اللي من الجنب هذه قدام الكفر، رير ستيرينج، السايد سكيرت، الصدام الامامي مختلف فيها. طبعا هذه واحده من اصل 250 سياره، وخذت رقم ال بي 780، وهي ذا هايست هورس باور. طبعا فيها تفاصيل داخل السياره، نقدر نشوف الداخليه. اول ما يلفت انتباهك الليزر كت انتيرير، واكيد كل الاشياء بالاسود. خلاصة عمل أفنتادور وتطورها على مدى 10 سنوات. طبعا حافظت على سنجل كلتش، وهذا شيء بالنسبة لي أنا ميزة. سنجل كلتش اللي في الأفنتادور جدا 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 سريع، يعني مقارنة بالـ LP640 اللي قبلها كانت 1 200 ملي في سكند. سيارات الفورمولا 1 سنجل كلتش 140 ملي سكند، هذه 150، ولك أن تتخيل يعني هذه يعني فيها إحساس أكثر لما تبدل من نمرة إلى ثانية، غير عن الدول كلتش تحس أنها كأنها نمرة واحدة. طبعا أكيد ناتشرلي أسبريتد V12 مثل ما تعودتنا الأفنتادور ولا البرجيني بصفة عامة. ويؤسفنا من نقول يعني وداعا لهذه السيارات، ولكن الحياة تتطور، وإن شاء الله يكون القادم أحلى، لكن ما أتوقع. هنا نشوف تطور الانفو سيستم في الأفنتادور، كيف صارت الشاشة هنا مختلفة عن الأفنتادور في البدايات، والألتمت فيها مود مختلف عن الباقي اللي هو الإيجو. طبعا هذا كأنك تقول كاستمايزد، يعني تسويها بالطريقة اللي تبغاها. في بداية الأفنتادور كانت لما تحطها على الكورسا مود دائما ترفع الـ RPM عشان تفتح الاكزوست، فكانت الصوت حلو بس السواقه ما هو باحلى شيء. بعدين الوكاله سووا برمجه لها انها تكون يعني اقل الـ RPM، بس لسه ما كانت افضل شيء، لان كذا ناس كثير اضطرت انها تركب ريموت يخليها تفتح الاكزوست وهي على مثلا على استرادا ولا على السبورت. الحين مع الايجو تقدر ترتب الكونفيجريشن بالشكل اللي انت تبغاه.
هنا هذه القصات الليزر كت مثل ما سولفنا عنها، مثل ما انتم شايفين اتقنوا اللامبورجيني في التفاصيل، الستيتشز كروست جدا جميلة، تفاصيل السيارة مرة حلوة. الافنتادور بصفة عامة أكثر سيارة ملفتة في الشارع أكثر من أي سيارة ثانية مهما كانت سوبر كار، صوتها جميل، تلفت الانتباه بشكل عالي جدا، والله يبارك لأصحاب الافنتادور، و whoever owns one keep it. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة.